يعني بظل الظروف اللي عم نعيش فيها، فرح بتعاني كثير من الأسر من أعباء مادية نتيجة ارتفاع تكاليف الحياة وزيادة متطلباتها، بالوقت ذاته تقف عاجزة عن الموائمة بين مداخلها وأنفاقها بغياب معرفة المبادئ الأساسية البسيطة لتدبير المعيشة اللازمة، بمقدمتها الاقتصاد المنزلي اللي بيحدث فرق بالتخفيف من الأعباء. شو هو مفهوم الاقتصاد المنزلي وكيف ممكن يكون سند لتخفيف من الأعباء المادية للأسرة؟ الجواب رح نتعرف عليه مع ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة المهندسة رنا رنجبال، وهي اختصاصية بالاقتصاد المنزلي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. اليوم فعلا عم نحكي عن موضوع بنتمنى انه الجميع يسمعنا اليوم، يمكن في حلول بسيطه ما بتخطر على بالنا نقدر نلاقيها اليوم. الاقتصاد المنزلي، خلينا بالاول نفهم شو معناته بشكل مبسط اكثر. تمام. هلا اذا بنزل انا وانت بناخذ اي مجموعه من الناس بنقول لهم شو هو الاقتصاد المنزلي، بشكل عام الاتجاه بالتفكير نحو المراه وما يترتب عليها من أعمال سواء تحضير طعام، غسيل إلى آخره. طبعا هذا المفهوم خاطئ. الاقتصاد المنزلي هو اختصاص وهو علم بحد ذاته بيختص بدراسة الأسرة وبيأخذ أفراد الأسرة ككل. طبعا بيدرس المقومات، ما هي احتياجات الأسرة بكل أفرادها سواء كانت مرأة أو رجل أو أطفال. طبعا وهدفها انه تتعايش مع المجتمع اللي هي فيها من خلال الشيء الاساسي اللي بيعمل عليه الاقتصاد المنزلي، انه يزود الاسره بشكل عام بمعارف ومفاهيم اساسيه علميه وعمليه حتى يحسن يمارس الانشطه الحياه اليوميه. ايضا انه يكون في عندي انا الاقتصاد المنزلي فينا نقول في مرن بانه او بيعطي مرونه بشكل مستمر لحتى نواجه المتغيرات الاقتصاديه، وبيدرس دائما الحاله الاجتماعيه. هلا مثل نحن اذا انتبهنا سنوات الماضيه تغيرت كثير الحاله الاقتصاديه عنا وتغيرت الحاله الاجتماعيه، يعني هلا الشيء اللي ما كنا نشوفه قبل هلا عم نشوفه. مثلا ممكن ما كنا نقبل منظر مثلا بنت عم تضيفك بمطعم، مزبوط، او ما كنا نشوف الاسواق الشعبيه مثل الحميديه الى غيره، ممكن نلاقي في فتيات عم يشتغلوا بسبب المتغيرات اللي نحن عايشينها. هذا الشيء عم نلاقيه في مشاريع صغيرة عم بتصير بقلب البيوت، يعني في نساء سابقا بتقلك لا أنا ما بشتغل خلاص أنا لبيتي لأولادي، الآن عم تلاقيه عم بتدير مشروع صغير وهو لا يعد صغير بالنسبة للأسرة، ولكن عم بتطالع منه مردود أفضل من الدخل الثابت. طبعا هي الشيء معناه الاقتصاد المنزلي بيحب يرعى كثير هالامور هي وبيحاول. طبعا هلا هذا الشيء اللي انا عم بحكي عليه هو بشكل عشوائي، يعني ممكن تلاقي حالي هون منزل وهي لحالها الام اجتهدت اشتغلت بهذا الشيء، وبيوت ثانيه الام ما بتعرف شو بدها تساعد، كيف ممكن تقدم لاسرتها. هلا الاقتصاد المنزلي هون بيجي دوره، يعني الاقتصاد المنزلي بيشوف اي فرد من افراد الاسره هو مستهلك، فهدفه انه يحول المستهلك من سلبي الى مستهلك ايجابي. كيف؟ بتغيير نظره الثقافه او اعطاء فكر ثقافي موحد للمجتمع المحلي. فانا لما ببلش بنزل لمجتمعاتنا المحليه بالمدارس ببلش ممكن مقررات، انا بفهمهم شو هو الاقتصاد المنزلي، بعطيه المعايير الصحيحه الاساسيه، انا عم بعمل مجتمع استهلاكي ايجابي بشكل صح. هلا مثلا اذا بدنا نحكي مثال شو بقصد بهذا الحكي، هلا اذا بقول لك انت بتعرفي انه انا لما بدي اشتري اي عبوه فلنفرض غذائيه لازم اقرا التعليمات او اقرا المده الصلاحيه، بتقلي لي انا بعرف هذا الشيء، بتطبقي؟ لا، ممكن مره تقريها 10 مرات لا. ليش؟ لانه هي بالنسبه لنا ما نو فكر ثقافي، ما نو فكر طبيعي انه انا امشي فيه. مجرد ما اخذت مثلا اطفالنا بتنزل بتطلع بتلاقي مره عم تشتري شيبس بسكوت، بس بيخطر ببال الام انه تتابع تشوف المده الصلاحيه، ممكن هذا يكون له اضرار كثير على افراد الاسره. لذلك هون هدف الاقتصاد المنزلي نزود بافكار صحيحه، وصل لمجتمع استهلاكي سليم ايجابي، طبعا ضمن اذا نقول بين قوسين الترشيد الاستهلاكي السليم. طيب خلينا نحكي عن اذا فينا نقول مجالات الاقتصاد المنزلي بحياتنا اليوميه المعيشيه. تمام. هلا اذا بدنا نقول عن مجالات وكل شيء بيتعلق بالانشطه اليوميه، اول شيء عندنا الغذاء والتغذيه. فانا لما بجهز الاسره معناها انا لازم اعرف شو هي احتياجات الاسره الغذائيه بما يتناسب مع العمر، بما يتناسب مثلا مع اذا في عندي حاله صحيه، بما يتناسب مع عدد الافراد. كيف هذا الشيء انا ببلش فيه؟ ببلش من التخطيط للوجبه
بمر بمراحل. يعني انا ببلش بالتسوق، انا بزود افراد الاسره كيف طرق التسوق الصح، انا بعرف بزودهم بحقوقهم بواجباتهم. انت كمستهلك طبعا هذا الشيء كلياته معكوس بالنسبه حتى اقتصاد المجتمع اللي نحن عايشين فيه. اذا كل اسره عندك تفكيرها سليم بهذا الموضوع، بالمقابل انت حصلتي على اسره على مجتمع صح في عنده ثقافه الترشيد. احتياجاتي طبعا مثل انه تخطيط للوجبه، انا لما بنزل على السوق كيف لازم اختار الخضار بشكل سليم، بنعلمهم اياه طبعا بالاقتصاد المنزلي، كيف المعايير الصحه والسلامه بالغذاء، اعداد كيف الصح، حتى بخطط بالوقت تنفيذ الوجبه اللي انا بدي اياها. طبعا براعي مثل ما قلنا عده امور، الصحه، العمر الى اخره، هي كلياتها حتى عامل الطقس. هلا هذا المجال الاول. المجال الثاني هو اداره المنزل واقتصادياته. شو انا عندي مداخيل مثلا بتدخل على الدخل اللي بيدخل على الاسره، شو المتغيرات اللي صارت معي، شو في عندي اولويات، بحدد اولويات الصرف بالنسبه لي. في عندي اولويات خصوصي هلا مثل ما شايفين نحن الوضع اللي عايشين فيه، القوه الشرائيه كثير صف ضعيفه بالنسبه لغالب الاسر السوريه، كثير امور تنازلنا عنها، ممكن البند الملابس تنازلنا عنه، فصفت الاولويات على بند الطعام معظم الاسر السوريه، بند الادويه، بند النفقات المستمره مثل فواتير كهرباء، بيت الى اخره، فركزنا على هدول. هلا بيجي بس انا مثلا بعلمهم انه كيف يكون في ترشيد بهذا الموضوع. في ناس هلا حتقلي او متابعينا حيقولوا اي نحن بدون شيء عم نرشد، بس هي بالنسبه لنا مو ثقافه، عم نرشد لانه في مشكله عندنا بالمدخول، فنحن بنحاول نحولها لثقافه. كثير مجتمعات سبقتنا بهذا الموضوع الاقتصاد المنزلي وانتبهت لاهميته وصار بالنسبه لهم ثقافه، فانا لما بنزل بشتري ما في داعي انه اشتري كميه كبيره، بشتري انا شو هي حاجتي. فالهدفنا نحوله لثقافه، مو نحوله لانه نحن بوضع مثلا اقتصادي سيء. ايضا حتى بيدخل الاقتصاد المنزلي بموضوع الملابس، فانا بعلم المستهلك او افراد العائله انه انواع المنسوجات، بعلم كيف يميز بين كل منسوج والى اخره، سواء صناعي سواء طبيعي، بعلمه حتى التذوق الملبسي، بعلمه كل هالمبادئ هي العنايه بالملابس، بعلمه انه يقرا الارشادات الموجوده لكل قطعه ملبسيه، بعلمه شيء اسمه حمايه مستهلك، انت شو حقوقك لما بتتعامل، كيف انا بدي ارجع القطعه اذا كان فيها مشكله، كيف اذا في تغذيه راجعه بيني وبين البائع او بيني وبين المنتج بشكل مباشر. ايضا بتدخل حتى فيني انا بعلم اداره الوقت، كمان اداره الوقت هو يعتبر من الموارد الضروريه بالنسبه للاسره، فكمان بعلمهم كيف مثلا تربي الام الطفل من المراحل الاولى الى المراحل المتقدمه، بعلم كيف زيارات الواجبات المنزليه، آداب الزيارة إلى آخره، بس بشكل صحيح وبشكل ثقافة صحيحة لكل أفراد الأسرة. نعم. طيب اليوم كيف فينا نبدأ بالأسرة بشكل صحيح؟ يمكن الأبناء بيكونوا أكثر إسراف من الأم والأب، كيف فينا أول شيء نبدأ من رأس الهرم؟ خلينا نقول الأم يلي بالعادة هي بتكون المسؤولة عن هذا الموضوع بشكل أكبر يمكن من الأب أو الأبناء، كيف فينا نعلم الأم مثل ما بنقول بمصطلح العامية تكون ست بيت شاطرة، هذا اللي بنسمعه، لكن هو اقتصاد منزلي صحيح وإدارة للأزمات خلينا نقول اليوم اللي عم بيمر، كيف فينا نعلم ست البيت تكون تعيش بهي الطريقة وتعلم أطفالها وأبنائها؟ هلا تمام، بالبداية نحن بجوز الفترة الماضية ما كنا نعلم أطفالنا الترشيد، فخلص معي خود اشتري. هلا كلياتنا عم نحاول نعلم أطفالنا كيف تكون النشأة الاقتصادية أو عم نعلمهم على ثقافة الترشيد. هلا اجمالا طفل لو بتضلي من الصبح للمساء تقولي له نظريات اقتصاديه ونحن كذا كذا، ما هذا الشيء ما بيفهمه الطفل، رح يرجع بيقول لك بدي. فانت المفروض يشوفك انت ويتعلم منك من الفعل. فانت لما عم بيشوفك عم تشتغلي بطريقه التوفير، لما بينزل معك وبيشوفك انت كيف مثلا في امور عم تلغيها شرائيه وعم تشتري شيء الحاجات الاساسيه، لما عم تحددي له مصروفه للطفل، فلنفرض ممكن يكون يومي ممكن يكون اسبوعي، عم تحددي له شو يشتري الحاجات الاساسيه، انت عم تبلشي تدربي عائله بشكل صحيح، عم تبلشي تدربي الاطفال او جيل جديد متعلم على ثقافه الترشيد الاستهلاكي بشكل
بشكل صح. هلا بحكم المتغيرات اللي نحن عايشينها اكيد كلياتنا عندنا هي ثقافه الترشيد موجوده من خلال الحس الامن الغذائي اللي نحن عايشينه، فاكيد كلياتنا عم نتجه لشراء الحاجات الاساسيه. التغت كثير عندنا مثلا موضوع المطاعم والامور هي كلياتها التغت بالنسبه لنا، صفى مثل ما قلنا اكلات صارت ثانويه، حتى صارت حتى اكلات كثير اكلات كثير مواد غذائيه، كثير اسر سوريه ما عاد دخلتها لبيوتها، صار في تقنين شديد كثير بهالمواضيع هي، بس هذا حس الاداره من السيده السوريه. نعم، يعني هي الخطوات الاولى اللي حكيتي فيها رح نتوسع فيها يمكن بلقاءات ثانيه. بدنا نتشكر وجودك معنا، شكرا كثير لكل المعلومات والنصائح اللي قدمتيها. اهلا وسهلا فيكم. اكيد بنكرر شكرنا لك، بنتمنى تكون هي الفتره فتره ضيقه وبتمر على الكل، نعرف كيف ندير هي الازمه، كيف نحن ما نحرم حالنا من شيء وبنفس الوقت يكون مناسب للمدخول. شكرا لك. شكرا كله لكم. اكيد.